لو جبنا السالفه اللي بين النصر والاتحاد اليوم، او بين النصر والهلال في كنو، هي بين الحزم والباطن ولا الحزم والباطن؟ يلا انت اخترت الباطن، الحزم والباطن يعني حول بعض. اي كيف حيكون التعامل معه؟ ما بكل تاكيد لن تجلس لهذا الوقت. انا اقول لك وجهه نظري، ما هو اترك ان الحين بس رئيس الحزم، انا رجل يعني معاشر الرياضه من سنين ومتغلغل فيها من سنوات واعرف ايش ممكن يصير. انا اسالك، لو هي بين الحزم والباطن بتقعد 3 4 شهور؟ لا طبعا خلاص، ولو بس لو نسال كل اللي بالاستديو كلهم قالوا نفس الجواب. فهذا اللي انا قاعد اقول، تاثير الانديه. يستفزك هذا الموضوع كرئيس نادي؟ ايه الحين مناظرها نحن من زاويه نادي الحزم إيه؟ مره بس عاد ما اقدر بس هذا واقع، هذا واقع ويمكن موجود في كل الدوريات. طيب هذا واقع المفروض نقبل فيه ولا نطالب اتحاد القدم انه يا اخي لا خلك ناجز، اتحاد ناجز في مثل هالقضايا؟ شوف انا بس يعني نصيحتي لاخوي ياسر والاتحاد القدم، لن ترضي كل الناس ولن ترضي احد، طول ما تحاول تمشي بمسافه واحده من الجميع لن ترضي الجميع، لكن لما تاخذ الخطوه اللي انت تراها مناسبه راح ترضي الاغلبيه، وهذا اللي يهمك، لن ترضي الجميع، لانك لو وقفت الحين لو اسوي لو اصير دبلوماسي مع الجميع لن ارضي الجميع. طيب الحين لو القضيه اللي بين النصر والاتحاد بين الحزم والباطن، كيف ممكن يكون شكل البيان الاول اللي صدر؟ والله شوف البيان قصدك في السابق، انا اقول لك ما راح تاخذ يمكن كل الحل، يمكن ما يستغرق اسابيع يعني اذا طول بعد اسبوعين ثلاثه اذا طول، ولكن تقولها بثقه؟ توقع، لاني مو لاني رئيس الحزم اليوم، لاني انا اعرف دخلنا في هالمعمعات كثير في السابق ونعرف، ولا في يعني دائما الحلول الوسط والأندية محاولة إرضاء أو خلينا أقول لك الحذر الشديد جدا في التعاطي مع الأندية الكبيرة في القضايا الحساسة. بالنسبة لي أنا لو كنت رئيس اتحاد ما راح أسويها.